مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. معايا اليوم فاطمة زهرة المعروفة بزوغا اللي هي ميس موديل، وبين قوسين كانت عرفت بميس كورونا. عاودي لينا كيفاش القصة ديال ميس كورونا. ألوغ السلام عليكم. باش نقول لكم كنت شاركت فواحد لا كومبيتيسيون ديال ميس موديل، و اون فوا خديت اللقب كنظن أنني ما خديتش حقي فيه بحكم أنه جا تزامنا مع الفاجعة ديال كورونا. الوغ موراها ب 15 يوم جا الكونفينمون، دونك ما خديتش حقي اعلاميا، وكنقول ما عرفتش واش ما نكتبش، مي كنقول كل حاجه كتجي بوقتها زوينه. هذه فاجعه اللي ضرات العالم باسره، دونك ماشي غير انا بوحدي، وفي وقتاش ما جات الخير تينفع، هادشي اللي تنقدر نقول. تماما زوغا، عرفنا بانك انت عندك اون ليسونس في دوا فرونسي، وكذلك حاليا كديري الدراسه ديالك في الجورناليزم في ميدان الصحافه، ان شاء الله غتكوني زميله ان شاء الله. صراحه الشغف ديالي للكاميرا والكلام هكا مع الميكرو خلاني انني نتوجه للدراسه ندرس الاعلام، وبطبيعه الحال غير انني شغفي للكاميرا. فمؤخرا كان عندي واحد نقدر نقول بحال واحد الفرصه على انني يكون عندي واحد البرنامج سواديزون، وقدمته بواحد الطريقه اللي شاهدت الجميع اللي قالوا لي تبارك الله عليك كانك يعني متمرسه، وهذه حاجه زوينه فرحتني بزاف. وبالنسبه لي انا الهوايه كتبقى حاجه، ولكن الهوايه بوحدها ما كافياش، دونك خصنا نسقلوها بديبلوم. داكشي علاش توجهت للدراسه، وقلت علاش لا، الدراسه ما عندهاش سن وما عندهاش حدود، دونك علاش لا نجرب حظي في الاعلام. وبشهاده الاساتذه ديالي تيقولوا لي تبارك الله غادي نشوفوك اعلاميه صاعده وواعده، وان شاء الله توفق ان شاء الله يا ربي. تماما، اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي، وان بلوس وجهك تبارك الله ما شاء الله وجه اعلامي، هذه من مسيني لك عليها كل شيء. هذه الشهاده كنعتز بها من اعلاميه بحالك. شكرا لك. شكرا لك. زوغا قولي لنا، شفت العلاقه اللي بينك وبين ماماك قريبه بزاف، ماشي علاقه ديال الام وبنتها شي حاجه، ماماك اون مامون بول كيف ما كنقولوا بزاف، يعني غديري معنا لقاء وتقولي لي تهلاو فيها عافاك عافاك. صراحه الوالده ديالي نقدر نقول عليها شي حاجه، اولا كنعتز وكنفتخر بام بحالها، وعلى تاجي وعلى راسي من الفوق، وبالنسبه ليا اي حاجه نقدر نعطيها لها ولا نقدر نوصلها لها ما غاديش نوفيها حقها، وما غنوفيهاش شنو دارت على قبلي. دونك بالنسبه ليا انا ماما شي حاجه كبيره، ونقدر نقول كاع شي حاجه مقدسه، حيت كتعاملني معامله ماشي ديال الام وبنتها، مي ديال حنا صحابات، يعني كنتعاودوا كل شيء، كنشاركها في كل شيء. دايوغ شفتوها معايا اليوم كتمشي معايا ليزيفينمون، صاحبتي، وصاحبتي ماشي ماما، وانا فخوره واعتز بماما وبكاع الامهات المغربيات. تبارك الله حنا عندنا امهات اللي سبحان الله عندهم غريزه ديال الامومه، ديال كيبغيو يشوفوا ولادهم ديما نحسن منهم، وهذه حاجه كنعتزوا بها حنا كمغاربه. تماما، جو كونفيرم، انا شفت ماما كيفاش كتعامل معاك، الله يخليك ليها والله يخليها ليك، وزعما صراحه علاقه زوينه وطيبه كتجمعكم. قولي لي، داز واحد الفيديو ديالك في مواقع التواصل الاعلامي اللي دار واحد الضجه، هو انك كنتي حاضر لواحد الحفل وفيه حضور ديال جوج الاميرات السعوديات اللي معروفين، وانت حضرتي تما كاينه كتمثلي المغرب باللباس المغربي، ولكن ليس فقط باللباس المغربي، وانما ايضا تكلمتي باللهجه المغربيه، مع ان بزاف الناس ما غاديش يفهموا المغربيه. صراحة أولا أنا كنعتز وكنفتخر أنني كنت سفيرة للمغرب في دولة عربية اللي هي الدولة السعودية، وبالنسبة لي أنا إلا حنا ما وصلناش اللهجة ديالنا، ما وصلناش اللباس ديالنا، شكون غيوصلوا؟ دونك بالنسبة لي أنا كيف ما هما، كيف ما حنا تنديروا مجهود باش نفهموهم،
وقت ما فيها بس حتى هما يديروا مجهود باش يفهمونا. وحنا تبارك الله اللهجه ديالنا وصلت للعالم واللباس ديالنا وصل للعالم، يعني ما كاينش يبقاو يتخباو سوا ديزون ديك ما كنفهموش لهجتكم، بالعكس لهجتنا مفهومه ومفهومه بزاف. وانا كان لي الشرف انني نكون كنمثل المغرب في هذاك التظاهره، وكانت بحضور اميرتين سعوديتين، وتكلمت باللهجه المغربيه ماشي حتى باللهجه البيضاء، علاش؟ باش نبين التمغربيه ديالنا، حيت ما نكذبش عليك انا تخويت المغرب بهاد لي تيغ، عاد عرفت بحق مغربنا وبحق بلادنا. كذب عليكم قدام تمشيو فين ما مشيتو ما كاينش بحال المغرب، الله يعز بلادنا. امين يا ربي. تماما زغا، قولي لينا ملي جبتي اللباس وهذا، قلنا الاطلاله ديالك اليوم من الاطلاله ديالي من المبدعه منيا رمسيس، تبارك الله هذا الشيء ماشي غريب عليها، فنانه عندها ذوق ورقي في اللباس تبارك الله، وعندها صيت عالي كنت سواء في المغرب وحتى خارج المغرب، ومثلت اللباس المغربي احسن تمثيل. دونك انا فيما كندوخ كنمشي عند منيا رمسيس، وتبارك الله الاطلاله غزاله. وما ننساش ايضا الشعر ديالي والميك اب ديالي من عند الهير ستايل والميك اب ارتست عثمان، كنبغي نوجه لي تحيه من هذا المنبر. وفوالا، وكنتمنى تكون اطلالتي عجبتكم. شكرا عليك اختي زهراء. قولي لينا دابا نحيدوا الاطلاله وهذا، غادي نهضروا شويه في المعقول، شنو كتوجدي؟ صراحه كنوجد بزاف ديال المفاجات. من اللي غنقدر نقول لكم انا تعلمت واحد الحاجه بحكم بزاف ديال الحوايج طراو لي في حياتي، هو ان من نتكلم على الحاجه حتى تيسر. دونك وهذه شي حاجه اللي من زمان كيقول لك كل حاجه ملي كتكون مستوره كيكمل فيها الله. دونك ان شاء الله غير تسناو الجديد ديالي، وشي حاجه اللي غادي تكون زوينه وفي المستوى وكتروق الجمهور المغربي وكتروق حتى العائله ديالي، حيتاش انا اي حاجه كنديرها واي خطوه كنخطيها الا وعلى العاتق ديالي الكنيه ديالي والعائله ديالي وشرف عائلتي. فوالا هادشي اللي كنقول عليك. قولي لنا زوغا، شنو القصه ديالك مع كورونا بالضبط؟ ملي خديتي اللقب وتوجتي بميس موديل ديال 2020، جا من وراء ب 15 يوم القرار ديال الكونفينمون، وتكونفينينا تقريبا عامين. عاوتاني ملي كنتي في السعوديه وكنتي كتمثلي المغرب فاش يلاه تلقونا وحلوا علينا، اون فوا جيتي تسد علينا الغد ليه، كيفاش؟ طبعا ما عرفتش انا القصه ديالي مع كورونا، ولكن اللي نقدر نقول هو يمكن رضت الوالدين وكتوقف معايا بزاف، حيت انا صراحه فاش كنت في السعوديه نورمالمون كان الفول ديالي حتى ل 10 12، وبحكم ان العلاقه انا رجع العلاقه ديالي بالام ديالي توحشتني بزاف، واخا انا ما بعدتش عليها بزاف سي جوست شهرين وشي حاجه، مي توحشتني ومسكينه قالت لي بغيتك انا اليوم قبل غدا. وبحكم انني انا مثلا نرفض حتى شي حاجه لماما، مشيت غيرت البيه ديالي وغيرتها اليوم الاحد، وتزامن هذاك اليوم مع اغلاق الحدود المغربيه، وعرفتها وانا في الطياره. وما نكذبش عليكم حسيت بواحد الاحساس اللي غريب بزاف، يعني بحال شي واحد هزني وحطني في الطياره، وبقيت كنقول زعما الحمد لله الحمد لله انني قدرت انني نركب في ديك الطياره اللي هي كانت اخر طياره اللي غادي تحط رجليها في المغرب. وكون ما كانتش الوالده ديالي، وكنعاود نقولها ورضات الوالدين ورضات الله، يمكن ما كنت كوراني مازال حاصله حتى لدابا بحال بزاف ديال الناس اللي هما حاصلين في ديار المهجر، اللي كنتمنى ان شاء الله يتحلوا الحدود ويقدروا يزوروا العائلات ديالهم ويتلاقاوهم. شكرا لك. بغيت نسولك اخر سؤال، شنو تبغي توجهي اليوم للبنات اللي كيطمحوا باش يكونوا ميس موديل او ميس ماروك؟ واش كتشوفي بان الجمال هو المعيار الوحيد والمقياس الوحيد اللي كيتخاد به العين الاعتبار في هذه المسابقات، ولا انما خص ضروري الثقافه معها اون باراليل؟ صراحه اللي نقدر نقول للبنات، حتى انا بنت بحالي بحالكم، وحتى انا دزت من تجربه ديال 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 ميس، وحتى انا كان عندي شغف ديال انني نكون ميس وناخذ لقب. مي اللي نقدر نقول لكم هو الاضواء هي زوينه وخايبه او ميم طون، مي ما كافياش الا كنتي يعني عندك ميولات يعني فقط غير لذاك المجال، ولكن خاص يكون عندك حتى ميول لقرايتك لطموحاتك، لان الموديلينغ في المغرب صراحه ما واخدش حقه بتاتا. يعني انا نعطيك اكزومبل، انا خدمت في المغرب وخدمت برا المغرب، سان غيان افوار. اللي نقدر نقول لكم هو
ديروا شي حاجه موازيه، كملوا ديروا لغات، ديروا قراو، عطى الله ما يدار، ديروا صنعه ايوا باغالين، ديروا الهوايات اللي كتبغيو. واللي نقدر نقول انا بالنسبه ليا، انا كنشوف كاع البنات زوينات حتى وحده ما خايبه. اللي خاص يكون هو خاصها تكون ثقه في النفس، تكون ثقه في راسك، ثقه في شنو عطاك الله. ما تحاوليش تقلدي او لا تغيري من 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 خلقك باش انك تعجبي. يكفي انك تكوني معجبه براسك، معجبه بشخصيتك. واللي نقدر نقول لك هو الا كان القلب ديالك زوين اوتوماتيكمون غادي يكون باين على الجسد ديالك وعلى الوجه ديالك. دونك كنتمنى لاي بنت طموحه وشغوفه التوفيق، والله يسهل على اي وحده. وكنفرح صراحه ملي كنشوف بنات كيشاركوا في دي كومبيتيسيون بحال هكا. وما نكذبش عليك كيجاوني بزاف ديال لي بروبوزيسيون باش نعاود نشارك في شي كومبيتيسيون في المغرب، مي كيكون الجواب ديالي دائما هو انني انا خديت فرصه ديالي، خديت حقي. دونك نخلي بنات اخرين ياخذوا حقهم، ما بقاوش نتسابقوا على شي حوايج اللي هما يعني وشاحات بزاف. هذا كاينين شي حوايج اهم اللي نقدر نبين بهم راسي، نبين بهم الميولات ديالي، ماشي بالوشاحات وبالتيجان. لان دابا اللي نقدر نقول هو في المغرب سي فاسيل انك تشاركي في كومبيتيسيون وتديري وشاح وتديري تاج وتربحي ميز، ولكن ما وراء الميز يعني الوحده تخدم على راسها، تحاول تخدم على شخصيتها، والله يسر لاي وحده. وتبارك الله عليكم، انا كيعجبوني كاع البنات تبارك الله، الله يسهل عليهم بنات ودراري اون جينيرال. مي البنات انا ما نكذبش عليك فاش كيجيو، حيت كنت عضوة ديال دي كومبيتي جوج ديال لي كومبيتيسيون ديال الجمال، وفاش كيقولوا لي شنو المعيار اللي كتختاري به بنت على بنت، كنقول لهم صراحه انا كيجوني كاع البنات زوينات. علاش؟ لان ما كنديهاش في الجمال اكثر ما كنديها، كنشوف غير الكاريزما ديال البنت، واش واقفه، واش عندها حضور. اما الجمال شكون انا اللي نقيم لك الجمال ديالك؟ انا بحالي بحالك يعني، كلنا ميزات وكل واحدة عندها حقها ولا شيء. شكرا اخت زورا على التصريح ديالك، وانا كنأكد الكلام ديالك بان الجمال ما عندوش معيار او مقياس، كل شيء الناس زوينين، خاصك غير انت تجبد هذيك لاتوش ديالك وتكون عندك. وكنأكدوا على الدراسه، لان الدراسه هي اهم حاجه، والانسان من بعد يدير لا باسيون اللي كيبغي او الهوايه اللي كيبغي. كانت معكم ميس زوغا، ميس كورونا، ميس موديل ديال 2020. شكرا على تتبع ديالكم الفيديو، وكنتمنى انكم تعرفتوا عليها مزيان واكثر، وحنا كنتسناو الجديد ديالها بلهفه والاعمال ديالها الجايه ان شاء الله. وكنتمنوا لك الحظ والموفقه ان شاء الله. تبارك الله عليك. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.